كل ما تلغاش حاجه سيدي نتبناوها ونبداوها. جابوا ملحق تيقولوا فيه على ان جميع البنود اللي كاينه في الاتفاقيه الملغيه، يعني الملحق هو اللي كاين. هذا تلاعب وخلق فتنه داخل المواطن. حنا الاتفاقيه اللي دازت في 2012 لوسي بي التزمات، كان عندنا بعدا باش نشرحوا للاخوان، كان عندنا الناس ديال الشكالبه اللي غدوز فيهم هذيك الساقيه تقريبا 76 بقعه. 76 بقعه كاين الحل ديالو في هذه المسيره. وكانوا الله يخليكم، وكانت 32 بقعه اللي كاينه في سراحنا ولاد بن عبد القادر. قلنا غادي لوسيبي حنا غنعطيكم الارض في بزيات المسيره باش تحولوا. ولكن التمثيل على انا غنقول لك هذه الاتفاقيه دازت على انا صوتت عليها وهاني صوت عليها وبالك صوت عليها، انا صوت عليها. ولكن ها علاش الاتفاقيه كان فيها الترحيل ديال الشخالبه. الشخالبه فيها 76 بقعه وتزادت بقعه هي 77، بقات 32. قال لك هاد الناس غنجيبوهم لهنا وما تبقى، كاينه واضحه في الاتفاقيه، ما تبقى غنديهم للغربال. قلنا لهم عطونا الارقام، ترجع لك واخا نكملوا معاك، نكملوا معاك. مع الرئيس خلى لي 15 مليار في شهر 9، شهر 10 و 9 مليار. الميزانيه هي 24 مليار. قول لهم دابا الميزانيه غادي السيمانه الجايه وجيو حضروا وشوفوا اش فيها. خرجوا على الجامعه، افقر جامعه كاينه في الاقليم دابا هي مولاي عبد الله بسبب سوء التسيير ديال الرئيس. وعلاش قلت انا كذب؟ لان لجنه التقويم دارت في 2015 في شهر 5، يعني من شهر 3 2012 حتى 2000 دازت 3 سنين ولات الاتفاقيه لاغيه. الاولى، ثانيه المحضر ديال التقويم جاب المحضر ديال اللجنه ويعطينا المقرر ديال المجلس، فين هو؟ اللي تنقولوا حنا هاد السيد راه تيكذب راه كذاب. والناس ديال لوسيبي، الناس ديال المسيره ديال الشخالبه اللي تحولوا، قول لهم واش خلصتوا شريان؟ ما خلصوا حتى ريال، تحولوا المسيره خداو البقايا ديالهم. كاين اللي فيهم دابا باقي مسكين ما خداش الكونترا ديالو. علاش؟ بسبب الرئيس دوسي تكنيك ديال لوتيسمون حق الان ما دارش، لانه ما فهمش شنو الدوسي تكنيك كيفاش غيديروا. من تهضر معاه تيقول لك الضائقه الماليه، الضائقه الماليه هي المرحلين هما الاولين. حنا ملي قلنا هاد الناس ديال ولاد بن عبد القادر واستريحنا جزء كبير كان غادي يجي، لان المسيره مولاي عبد الله حولوا ليه الناس ديالو للحفيان وباين شكون يتدخل في هاد الشيء.
فتنا هاد المرحلة ولاو باغي يدكسو كلشي في الداخل هاد الغضبان يحلو المشكل بلو سي بي ويحلونا حنا. حنا هاد الناس ولاد بعقاد السلاح حنا خوتنا بغينا ليهم الخير افضل. اسمع بغينا ليهم غار الضبعة فيها 4 قطارات ولا 5 غضبان راه وراها الارض اللي كان كلها تيدير جربة فيها 10 قطارات. علاش ما يحولوش علاش بقاو حنا يغرقونا علاش بغاو يديرو هادشي. انا اليوم انا خلطت في 2012 وسنينه والحمد لله ترفضت الاتفاقيه. علاش اليوم بغا يقول لنا انتم صوتوا في 2012 حنا غنصوتوا معاكم؟ لا كاين اسباب على صوتوا وما غندخلش فيها لان نهار تكون عندي الدليل غنشوه كل واحد والمحضر كاين سعاد وشيكر وهذا عبد الغني بصار هما اللي ما صوتوش على الاتفاقيه هاد الملحقات وهما هزوا صباعهم وناضوا كيجريو والله سيدي هذا المحضر وخا نبيعوا اللي ورانا واللي قدامنا محكمه اداريه لا وبيكم انتم خصكم ديروا شكايه سيدي العامل وغنمشيو حتى للديوان الملكي ديوان المظالم. حنا ولاد الغضبان اشوف والله لا غلبونا ولكن سنكونوا رجال. انا ما عمرني اسمع عمرني مشيت عمرني مشيت على الغضبان مستحيل اصلا. علاش؟ انا باغي نهضر بمؤسسه دستوريه واللي قد راجل يواجهني ويجي يقول انا دخلتي وعيط لي يقول لي ودي علاش درتوا الاتفاقيه اشرح ليك البلان ما جابوش الجهه الاساسيه اللي طلبناها ما داروش لجنة التكوين تاع الصلات ترفضت الاتفاقية شكون تيدير لك انا؟ جاي باغي تبني عليها وتركب عليا انا باش دوز انت لي مصالح باش تجيب مليار و200 تمشي ديرها في الملاد وفي العتامله وفي هذا انا هذوك خوتنا ولكن لا كاين شي فلوس غتدخل ديال ولاد غضبان دار في ولاد غضبان وحنا معاهم ويكونوا التجهيزات الاساسيه ما نجيبوش الناس ندخلوهم لولاد غضبان ونوحلوهم يولي غدا عند مدرسه فيها 8 الاقسام ولا 10 بحال هكا هاد وليداتهم فين غيمشيو؟ هاد المدرسه غيقول لك غنبنيو مدرسه خاصها كثار ديال الارض الثانويه خصك لها كثارات وغايش يوصلنا نحولو الدروس الله يجازيك يكون بخير. انا ما عمرني هضرت مع شي واحد يقول لي قال شي حاجه انا موجود عمرني هضرت مع واحد عيط ليوسف قلت له اتونسيون ديروا الامور بالقانون كاين شي وقفه ديروا شهر ما قايل كاين شي مسيره ديروا شهر ما قايل ديروا القانون هذا هو الخطاب ديالي واللي قد راجل فيهم يواجهني انا يقول انا وين مواجهه ندوه صحفيه كاين الاخوان الصحفيين حنا موجودين نديروا معاهم ندوه صحفيه وبالارقام ونواجهوهم بلا ما نكذبوا على الناس. السيد العام الاول مسؤول على هذا الحدث خصو يتدخل باش يوقف هذه المهزله. انا تنقولها عامل الاقليم اول مسؤول على هذه المهزله وخاصها توقف لان فعلا كاين واحد الناس ولاو تيتمادوا في الاخطاء ديالهم والقانون اللي كاين ديال 113/14 هو اللي تربط بيننا وبين هذا السير ديال المجلس. سير العشوائي سير العشوائي فيه الكذوب جميع الدواء اللي كنمشي ليهم كيقول لي الرئيس كيكذب عليهم كاين كاين وراي الجماعه وجماعه مول عبد الله معمر الفقر اللي عاشتو حتى عاشتو اليوم في 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 في, في, في الولايه ديال هذا الرئيس. قال لك جا المجلس اللي فات خلانا 32 جبد الباسيون دي كوتي 15 مليار اللي خلى حسن يشكر تعاد المليار اللي مزيانيه ما وصل 16 كان شي حاجه بالمحضر 16 مليار وتعاد المليار و22 مليار ديال الفاك و6 مليار ونص ديال المارشي كورو راه واقف فين وصلنا؟ مشى مولاي عبد الله العشوائي العشوائي قالوا الصار قالوا الصار اسمح لي يا سعد.